لو كيكة الرواني بتاعتك ما بتشربش العسل بتاعها كله زي ما انت شايفة كده وبتسمعي الصوت ده وانت بتحط العسل عليها، يبقى كيكة الرواني بتاعتك مش مظبوطة. هقولك على طريقة كيكة الرواني الصح وازاي تعمليها بالطريقة المظبوطة وما تفشلش منك ابدا، وكمان بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا بدون جوز هند وبدون مكونات وافتكاسات كتير، وكمان بمكونات قليلة جدا هتعملي اكتر من 2.5 كيلو من كيكة الرواني. ممكن نسيبها سادة وممكن نزينها بصوص الشوكولاتة الاقتصادي. يلا عشان نشوف المكونات. هنحتاج لكيكة الرواني 3 بيضات، والبيض يكون خارج من التلاجة يعني بدرجة حرارة المطبخ، وكوباية زبادي، وكوبايتين من الدقيق الابيض العادي، وبنفس الكوباية كوباية من دقيق البسبوسة. وهنحتاج كوباية من السكر وكوباية الا ربع من الزيت وكيس واحد بيكنج باودر، وهنحتاج كمان 2 نقط من الفانيليا السائلة. دي مكونات الكيكة. الاول هنعمل الشربات او العسل، وعسل الرواني بيكون خفيف. هنحتاج ليه 1.5 كوباية من السكر و1.5 كوباية من المية فقط لا غير، مش هنحط ليمون ولا اي حاجة تانية خالص. ممكن طبعا نقلب المية والسكر مع بعض، وممكن نحطهم على النار بدون تقليب. هنحط الشربات على نار متوسطة، واول ما يبدأ في الغليان هنسيبه 3 دقايق بس يغلي، بعد كده نشيله من على النار ونسيبه يبرد. دلوقتي هنجهز عجينة الرواني. هنجيب بولة او طبق، وهنحتاج مضرب البيض العادي، وزي ما قلتلكوا احنا هنحتاج 3 بيضات، والبيض لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ يعني مش ساقع، وده اول سر لنجاح اي كيكة. هنضيف على البيض 2 نقط من الفانيليا، وكمان هنضيف 1 كوباية السكر، والسكر ده عادي مش مطحون يعني خشن. هنقلب السكر والبيض بالمضرب العادي يدوب بس 1/2 دقيقة، يدوب السكر يدوب شوية مع البيض. بعد كده هنضيف 1 كوباية الزبادي، والزبادي مش ساقعة يعني برضو خارجة من التلاجة، وهنضيف 1.25 كوباية زيت، وبرضو نقلبهم 1/2 دقيقة بس مع بعض عشان المكونات تندمج شوية مع بعضها، يعني مش لازم تقلبي كتير بس برضو يعني حوالي في كل مرحلة قلبي 1/2 دقيقة. بعد كده هنضيف باقي المكونات كلها مرة واحدة، يعني هنضيف 2 كوباية الدقيق الابيض العادي و1 كوباية دقيق البسبوسة كلهم كده مع بعض، وكمان هنضيف فوقهم كيس البيكنج بودر بدون ما ننخلهم وبدون ما نضيفهم مع بعض في طبق تاني، كله كده على الخليط اللي عملناه مرة واحدة، وكمان هنرش عليهم رشة صغيرة جدا من الملح. بعد كده هنقلب المكونات دي بالمضرب اليدوي زي ما انتوا شايفين كده، نقلبهم شوية صغيرين يدوب بس الدقيق يختفي، وخلي بالكو لازم تقلبوها لحد ما كل الكلاكيع اللي فيها تختفي تماما، وبيكون الخليط او العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو ملاحظين هي اتقل من قوام الكيكة العادية بسنة صغيرة. هنجيب الصينية اللي هنحط فيها البسبوسة. طبعا حجم الصينية ده بيعتمد على سمك الكيك او سمك الرواني اللي انت عايزاه، يعني لو الصينية واسعة الرواني بتكون رفيعة شوية، ولو الصينية بتاعتك ضيقة الرواني هتكون عالية. انا بحب اعمل الصينية الواسعة دي بيكون سمكها متوسط. طبعا بحط فيها شوية زيت وببطنها بالدقيق زي ما انتوا شايفين كده، بعد كده بنفض الدقيق الزيادة. دلوقتي هحط خليط الرواني في الصينية زي ما انتوا شايفين كده، شايفين سمك الخليط تقيل شوية اتقل من الكيكة زي ما قلتلكم. بعد كده هنفرد العجينة بالمعلقة السيليكون، دي جميلة جدا في الفرد، وزي ما انتوا شايفين من اول ما بدأت عجن خالص انا ما مدتش ايدي في العجينة نهائي.
هنفردها كده ونساوي سطحها زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنخبط الصينية نفسها في الرخام خبطتين عشان الخطوط اللي فوق الكيك دي تختفي، وهندخلها الفرن، والفرن يكون سخن على اعلى درجة حرارة. ودي تاني سر من اسرار نجاح كيكة الرواني بتاعت النهاردة، لازم الفرن يكون سخن وكمان على اعلى درجة حرارة، يعني ولا 190 ولا 180 ولا 200، لازم الفرن يكون على اعلى درجة حرارة. خلي بالكم من الملحوظة دي، وهي ما بتاخدش وقت كتير، حوالي 10 دقايق هتلاقوها بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنولع عليها الشواية لحد ما تاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده، شايفين لونها حلو جدا. دلوقتي هنقطعها وهي سخنة، لازم الرواني تتقطع وهي سخنة عشان نسقيها بالعسل. وسر السر الثالث لنجاح الرواني انك انتي بتقطعيها وهي سخنة جدا وما بتتقطعش ولا بتفرول ولا بتتهري زي ما انت شايفة كده. طبعا هي سخنة جدا، بعد كده هنسقيها بالشربات البارد، وزي ما قلنا شربات الرواني بيكون خفيف، وطبعا انا سبته برد شوية، هو مش بارد قوي بس بارد مش سخن، خلي بالك. الرواني مختلفة عن البسبوسة، وسر نجاح الرواني ان هي بتشرب الشربات كله بسرعة رهيبة زي ما انت شايفة كده. لو الرواني ما شربتش العسل او الشربات زي ما انت شايفة كده، يبقى الرواني بتاعتك مش ناجحة خالص. جميلة جدا زي ما انتوا شايفين كده، وبتلمع زي ما انتوا شايفين، ولونها حلو جدا جدا جدا. طبعا هنسيبها تبرد براحتها، ولو مستعجلين عليها حطوها في الفريزر لمدة ساعة. هنعيد عليها تقطيع، طبعا بعد ما بردت بنعيد عليها تقطيع بالسكينة. دلوقتي هوريها لكم من جوه، وهتشوفوا ازاي هشة جدا ولونها حلو جدا من جوه، شايفين حلو جدا ازاي، وكمان مش مهرية خالص القطعة بقطعتها، شايفين خفيفة جدا زي السفنج ازاي، وكمان طرية وهشة جدا. طبعا ممكن تاكلوها سادة كده، وممكن تزينوها بالشوكولاتة. انا عملت صوص الشوكولاتة، معلقة كاكاو، معلقة سكر، 3 معالق او 4 معالق لبن، و3 معالق او 4 معالق زيت، وضربتهم بالخلاط، بقى صوص شوكولاتة كداب، سهل جدا واقتصادي جدا. طبعا زينت الطبق من تحت وحطيت قطع الرواني، بعد كده هزين قطع الرواني نفسها من فوق بصوص شوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم وتجربوها، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو.